ورحمة الله تعالى وبركاته، كل حب وتقدير لجميع المتتبعين في مكان وفي العالم. راكم عزاز وغاليين، كنا شاهدنا الأحداث، شعلت العافية إن صح التعبير، وكل واحد يدلو بالدلو ديالو. ولكن في نفس الوقت كان رجال اللي تنحيوهم هاد المنبر، كان هدف ديالهم هو يحبسوا هاد النزيف، وكاين اللي بغى يدخل في الصلح. فالله يكثر خيركم، ما تنساوش بان رمضان فرصة العمر، اللي دار شي خير غادي يلقى عند ربي سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم تيقول في الحديث اللي المعنى ديالو، اللي لقاه رمضان حي وما تغفر ليه لا غفر الله له. جيت نتكلم مع السي المديني، خصوصا وانني كنت في اليوم من الايام حتى انا من الناس اللي نصروا القضيه وخرجوا بقصائد شعريه تضامنيه، ودرت لقاء صحفي مع احد الاصدقاء ديالك في اكادير، احد ضحايا حمزه مبيبي. غادي نحط لك الرابط في صندوق الوصف، نتمنى تبع على فيديو من الاول حتى الاخير، حيث اصلا قناتي هادفه ما فيها لا سب ولا قذف ولا تقزيم. سؤال اللي موجه للسي المديني، واش قدرتي توقف مع الذات ديالك وتسأل هذا السؤال، اشنو اللي درت انا حتى لقيت هذا الحب العظيم من المغاربه كاملهم؟ واش انا هو القائد المسلم اللي فتح القسطنطينيه، ولا انا اللي خديت جائزه نوبل في السلام؟ شنو علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ شنو درت انا حتى تزرع هذا الحب وخلى العالم العربي تهتز وتقول محمد المديني مظلوم؟ الجواب بسيط، انت مغربي حر، استجبت للسدة العالية بالله. فاضح الفساد والمفسدين، وبالتالي زج بك بالسجن، حيث تلفقت لك تهمة خطيرة جدا. إذا شنا هو المقابل في هذه القضية؟ أنت أحد ضحايا فأتي الثمن غالي. ولكن وحتى العالم العربي على الإخاء، على المحبة، على الود، وبلا شك شكون اللي جمعت الناس، القنوات الكبار والصغار، تحديد على كلمة واحدة مفادها أن السي المديني مظلوم. إيوا أرى ليك اللايفات والصهير، هل تحرق ليها الغداء؟ هل بقات بلا عشاء؟ هل تبكي وتهلل؟ وهل تتصفت في السوبر شات؟ علاش؟ باش تقول لك صاحب القناة الله يبارك فيك استمر في النضال، تتشجعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الإله. وأنا على فكرة قالتي طالعة وكاين المشتركين تيزادوا، ولكن الخلاص ما كاينش. علاش؟ ما عرفتش. والأهم لاسنس أني من خلال هذا العالم الأحمر قدرت نتعرف على مناضل حر كل شيء تشاهد ليه بالمصداقية والنزاهة، اللي هو السي فؤاد صاحب قناة مغربي في بروكسل، وسمعت بودني اللي غادي يأكلهم الدود. قال عافاكم الإخوة الأخوات حبسوا عليا السوبر شات. الله يا ودي، أنت ماشي طلبتيه، هو جاك بوحد ورزق من عند الله سبحانه وتعالى. من شاف هذا الحب بين القنوات وبين المتتبعين، كل شيء طلعت له القناة، لأنه ما كانوا مناضلين بمعنى الكلمة، فيديو مورا فيديو، لايف مورا لايف. شنو تتقول السي فؤاد؟ أي حبسوا عليا الله يرحم والديكم. أنا بغيت السي المديني يخرج، ما بغيت حتى حاجة في الدنيا، وهو السي المديني اعتنق الحرية. أنا مستعد لأي حاجة، ظهري عريض هنزلوا عليا. تما كبر هذا السيد في عينيا النموذج ديال المغاربة اللي تيحبسوا المال، حيت أبدا تلقى الحقوقي دير شي مخطط باش يربح في القضايا الحقوقيه. بالتالي سي فؤاد ما عندوش علاقه بالسوبر شات، رزق ساقه الله. وابدا تلقى سي فؤاد تطلب السوبر شات، تيكون تهضر تتنزل الدولار، فضلا على ان سي فؤاد تيتكلم. الجوارح تتالم، قراو القراءات الوجوه، وقراو كيفاش الالقاء لذاك المتلقي، دوك الجمهور اللي متبعينو. كذلك سي فؤاد الوالدين ديالو ميتين، الرحمة على روحهم الطاهرة، فهذا النهار المبارك السعيد يوم الجمعة الله يجعل متواهم الجنة، والله يرحم الوالد ديالي ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. تسبوا ليه والديه، واش عرفتي شنو هو تسبوا ليك والديك وهما ميتين؟ كارثة عظمى. تتقولش بيني وبين انا هذا اليوتيوب الناس تجمع الرحمة ولا تنجمع النعلة على الوالديه؟ لهذا جيت نقول خويا السي فؤاد ارتاح، المغاربة راه ذكية، حتى واحد ميمكنش يقنعهم انك انت في يوم من الايام تتوصل بحتى مبلغ، لانك مادام رفضتي السوبر شات اللي تيجي بوحدو فكيف يعقل انك غادي توصل بشي مبلغ وغادي تقول بسم الله؟ انت نزيه، ونزهتك ومصداقيتك يشهد بها في السر وفي العنان. ايوا بلاتي رجعوا بالاحداث اللور، ونديروا فلاش باك مع سي المديني، نسردوا بعض الاحداث اللي عمرها ما غاديش تنسى. القنوات الكبار وعلى رأسهم الأستاذ تحفة،
خصنا نديروا ليه فيديو خاص لانه هو عنوان ملف المديمي واللي ما يمكنش لينا ننساهم بالمره هما المتتبعين والمتتبعات الغاليات اللي الهم ديالهم الوحيد هو السي المديمي يعتنق الحريه وبرهقه. هل تسرعت مع صاحبتها على قبل المديمي؟ وها السادة المحامون كان عراق شهد ليهم عبر التاريخ تقيس محامي ينزلوا عليك كاملهم بحال مشيتي لشي خليه النحل وكل شي تيبغي يعض فيك. هكاك كانوا السادة المحامون ولقينا عكس في ملف السي المديمي. علاش؟ حيت كل واحد منهم تيرفض رفضا قاطعا انك تشكك في المصداقيه ديالو رغم ان الهدف ديالهم واحد هو انه يدافعوا بحرق عليك. وكل واحد من زاويته ناضل وكفل من اجل اثبات كلمه حق. وانا من هذا المنبر تنحيي جميع الاساتذه اسم باسم وتنقول لهم بارك الله لكم في عملكم وجزيتم بالجنة إن شاء الله. وبهذه المناسبة حال الوقت باش نخبرك بالحقيقة اللي ربما أغفلت عليها ومرديتي لها البال. لو كنت سمعتي اللايفات وقفتي على كل تدخلات ديال السادة المحامون غادي تلقى واحد الأستاذ دفع الثمن غالي لدرجة أنه كان تيبكي في شي مباشر. علاش؟ كانوا غادي يقتلوه وغادي يصفوها له وغادي يخليو وليداته يتامى. والتما الكبرى كان مهدد باش يتوقف عن العمل ديالو حيت كان في حرب مع النقيب بواشرين الله يرحمه. ومن خلال السرد ديالي لهذا الالم والوجع اكيد عرفتوا على من تتكلم الاستاذ حليم نجيب اللي من هذا المنبر تنقول له التاريخ ما تنساش والتاريخ تسجل كل واحد والحقيقه ديالو. ورغم انه نجيب تقولب حيت دافع على راسه وقال كلمه حق ولكن المغاربه ما قبلوش. علاش تجاوب لاله زينب وشكون هي امه المناضل الحقوقي؟ اذا تمك مسحو السي حليم وضربوا له النضال ديالو في عرض الحائط رغم انه كان عنده واحد الحب كبير داخل الوطن وخارج الوطن. وشنو ردت فعل السي حليم نجيب؟ طلعتي شرش ملك في البشر وخرجوه على الطوع ديالو ما بقاش تيحظى بالاسم ديالو حليم نجيب اللي كان اسم على مسمى ولا كلشي تيستنكر شنو تيدير الاستاذ حليم. ولكن إلا كنتي انت في البلاصتو غادي دير كتر حيت شاع على حسن نية وكانت عنده شعبية قبل من هاد الملف وبين الفينة والأخرى تيلقى كلشي ضرب ليه في الزيرو. الضحية الأولى هو الأستاذ حليم نجيب. وأنا ملي تتكلم على الأستاذ حليم نجيب لأن هذاك تنعرف المعدن ديالو الجوهر ديالو. إذا أشنو كان خصو يدار السي المديمي؟ أنا ماشي تنزيد الطين بلة إنما أنا بغيت نوجهك سير تفرج وخذ لك قناعات غادي تلقى بين القنوات من الكبيره للصغيره كان هدفها واحد هو ينصروك وما كانش على بالهم لا مشاهده ولا لاتسنس وانما جاتك شي بوحدو حيت الله سبحانه وتعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. ما حد الاراده ديالكم لتلقاء نفسك غادي تخرج باعتذار رسمي لجميع المغاربه فما كانوا في هاد العام وكون على يقين ان حتى واحد ما غاديش يقزم منك ولا ينتقص منك حيت الاعتذار من شيم الرجال رجع واستثمر في حب الناس واعتبرها عاصفة ودازت والله يهدن النفوس محبتي للجميع.